يا مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من لقمه هنيه. النهارده هنعمل باستا بالسي فود، بس المختلف انه انا هعمل الباستا نفسها من البدايه، يعني في دقيق وفي بيض هنعمل بيها عجينه المكرونه، وبعد كده نفردها ونقطعها بقى شرايط كده حلوه، وبعدين نشوف ازاي نعمل صوص حلو قوي، صوص سي فود بالطماطم هيعجبكم ان شاء الله، والريحان كمان. طيب هعمل ايه كمان؟ هعمل النهارده شوربه بكلاويز او شوربه جندوفلي، تعالوا نشوف دي تتعمل ازاي وهنشتغل عليها ازاي، وبعدين كمان في اخر الحلقه هنعمل سلطه تونه بشكل مختلف شويه عن الشكل المعتاد. دلوقتي انا هطلع فاصل، بعد الفاصل ده هرجع لكم هنشوف بقى ازاي هنعمل وصفات النهارده. استنونا. اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل. تعالوا بقى نشوف ازاي هنعمل المكرونه من البدايه، ازاي هنعمل العجينه بتاعتها، وازاي هنعمل صوص السي فود بتاع النهارده. هقول لكم بس المقادير، وبعد المقادير هنشتغل سوا على طول. يلا بينا. المقادير كالتالي: المكرونه هي بسيطه جدا، مقاديرها كالتالي: نص كيلو دقيق وست بيضات بس، مفيش اي حاجه تاني. صوص السي فود بقى او تشكيله السي فود اللي هنحط فيها المكرونه بعد ما تطلع من السلق، مقاديرها كالتالي: نص كيلو جمبري صغير متقشر اصغر حجم، نص كيلو بلح البحر، نص كيلو كاليماري، بصله مفرومه، كوبايتين عصير طماطم، ورق ريحان فريش، معلقتين معجون صلصه طماطم، زيت، معلقه ريحان مجفف، ملح، ورشه فلفل اسود صغيره كده. طيب هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه هنعملها هو انه احنا هنعجن مقادير المكرونه. هاجي هنا هحط الدقيق، وطبعا بنبقي شويه دقيق كده زي ما احنا متعودين دايما علشان الطوارئ، عشان لو احتاجنا نزود ولا حاجه. وبعدين هحط هنا البيض، وبيتحط مره واحده بقى، مش لازم يتحط مره كده زي ما بنحط بلح الشام مثلا، او بنحط عجينه التشو، لما بنيجي نحط البيض بيضه مش محتاجين نعمل كده خالص هنا. وبعدين هدي بس رشه ملح صغيره كده قوي، وابتدي اشغل العجان واعجن بقى علشان العجينه دي تلم مع بعضها. يلا استمر كده في عجنها شويه. بصوا بقى هنعمل ايه. انا بقعد اعجن لغايه ما العجينه تلم على بعضها والدقيق يشرب كل البيض، وفي نفس الوقت العجينه تلم على بعضها. لما بتلم على بعضها كده زي ما انتم شايفين وتبقى كتله واحده، ايه اللي بيحصل بقى كمان؟ اللي بيحصل انه هي بتلم كل الدقيق اللي حوالين او اللي في الحله اللي تحت واللي في جوانب الحله، فببقى كده خلاص وصلت اللي انا محتاجه. طيب هستمر بس في العجن ده لمده 10 دقائق. ال 10 دقائق دول العجين مش بس هيبقى كوره واحده او مش بس هيبقى كتله واحده، لا، كمان العجين هيبقى بيمط سنه. المطه دي مهمه جدا بالنسبه لي عشان الفرد، عشان لما اجي افرد اعرف افرد العجين كويس. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ اللي احنا هنعمله دلوقتي هو ان احنا نفرد العجينه. طيب يلا بقى بينا. في حاجه تانية مهمه عايز اقولها لكم. بعد ما نخلص عجن في العجان محتاجين نعمل خطوه مهمه جدا. ايه بقى الخطوه المهمه دي؟ الخطوه المهمه دي هو ان احنا نحط العجينه في الثلاجه لمده ثلث ساعه. الثلث ساعه دي ليه مهمه؟ لان هي بتخلي العجين ما يتقطعش واحنا بنفرده. هنشوف سوا دلوقتي، هحكي لكم وانا بفرد. بتخلي العجين ما يتقطعش واحنا بنفرده. طيب انا دلوقتي حطيت دقيق كده تحت وفوق،
طبعا تقدروا بقى تحطوا كمان سيمولينا اللي هو دقيق السيمولينا اثناء الفرد، وفي ناس بتعمل الباستا نفسها بدقيق السيمولينا، ده برده جائز مش هيبقى فيه اي مشكله. ونبتدي بقى نفرد العجينه. عجينه الباستا بس بتبقى عجينه قويه شويه، فمحتاجه مجهود في الفرد، فمحتاجين كده ايه يعني تعملوها في يوم كده انتوا متضايقين فيه او حاجه، ان شاء الله ما تبقوش متضايقين يعني ابدا، بس عشان تطلعوا الطاقه اللي جواكوا. انا بقى كمان عشان اسهل على نفسي هقطع العجينه دي لاجزاء، هنشوف سوا هنعمل ايه بالظبط. كده سكينة والسكينة دي بحطها في الدقيق كده قبل ما اقطع بيها علشان تمشي كويس في التقطيع. هاخد دول هستخدم كل العجينة ما تقلقوش. التقطيع ده بيخليني بقى أعرف أفرد بشكل أسهل. وأستمر بقى شوية كده حلوين في فرد العجين لغاية ما يبقى عندنا طبقة رقيقة. طيب السماكة بتاعتها بتبقى عاملة ازاي؟ السماكة بتاعتها بتبقى شبه السماكة شوية بتاعت المكرونة الجاهزة اللي انتوا بتشتروها، لما تجيبوا مكرونة شرايط كده من السوق او من السوبر ماركت يعني اقصد، بيبقى ليها سماكة كده معينة، هي دي نفس السماكة اللي احنا عايزينها. بصوا بدأت اهي تبقى رقيقة. في بس هنا نقطة مهمة قوي بقى، انه انا قبل ما اشكلها على شكل الشرايط لازم تبقى هي اصلا شكل منتظم، يعني لازم هتشوفوا حالا انا اقصد ايه بقصة شكل منتظم دي، يعني لازم هي اصلا يكون شكلها مستطيل منتظم عشان لما اجي اقطع تطلع القطع اللي انا بقطعها نفس الحجم. بس انا بالنسبه لي كده كفايه جدا. الشكل اللي قدامي بقى ده عايز اخليه شكل منتظم، بصوا هعمل ايه. طيب الحته اللي انا بطلعها دي هل هرميها؟ لا مش هرميها. اللي بطلعها دي هدخلها مره ثانيه في العجين. بس كده بقى عندي شكل مستطيل منتظم الى حد كبير. هعمل ايه؟ هبتدي بقى اقطعه شرايط. ونستمر في تقطيع الشرايط. ماشي يا أمين قول مرة واحدة بس. شيف أمين بيقول عايز شوية زيادة عشان هو بيحبها من عينيا. طيب عايز أقول لكم بقى على حاجة لطيفة جدا، إنه أنا عايزكم بعد ما تخلصوا تعملوا ايه؟ تعلقوا كده بس الباستا شويه. هقول لكم تعملوا ايه بالظبط. نيجي هنا كده عايزين بس الباستا دي بعد ما عملناها هناخد بس شويه دقيق صغيرين كده نفردهم هنا، وبعدين نفردها بالشكل ده، وبعدين ناخدها كده بس عايزين نعلقها شويه.
بتتعلق بس عشان تنشف شويه قبل ما تتسلق. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تطلع مكرونه شرايط. يلا هعلقها كده قدامي هنا. وبعد ما اخلص دي هعمل طبعا شويه كمان شويه كمان شويه كمان. ممكن على ما اعمل انا الاثنين دول ناخد فاصل ونرجع لكم نشوف بقيه الفرد اللي انا فردته. يلا بينا. يا اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه. رجعنا من الفاصل، وانا كنت في الفاصل كنت بعمل ايه؟ كنت بقطع شرايط جديده من الباستا. طيب عملت ايه بقى دلوقتي؟ خلاص علقتها جنبي هنا اهي، مخليها جنبي كده لغايه ما اعمل الصوص بتاعها، عشان بعد ما اخلص الصوص بتاعها هاخدها، او يعني وانا شغال في الصوص، لان هي تاخدش بقى وقت في التسويه زي المكرونه الناشفه. المكرونه الناشفه لو بتاخد في التسويه مثلا 8 دقائق، دي بتاخد 4 دقائق بس. هنشوف ده سوا مع بعض دلوقتي. انا هنا سخنت طاسة على النار كويس. هعمل ايه بقى بالطاسة انا سخنتها على النار دي؟ تعالوا نشوف سوا. هاجي هنا هجيب زيت. احنا قلنا خلاص مقادير الصوص ده، تعالوا بقى نشتغل عليه على طول. طيب هعمل ايه بقى هنا؟ هاجي هنا هجيب البصل. مش عارف انتوا شايفين كويس او لا، ممكن تقول لنا يا احمد. هاجي كده هدي تشويح على البصل، وبعدين هخليه كده في جوانب الطاسه اللي احنا بنشتغل فيها، طاسه كبيره شويه. وبعدين هنزل بالمكونات بقى على حسب ايه بيستوي اسرع من ايه. الاول هحط الكاليماري عشان هو اكتر حاجه بتاخد وقت في المكونات بتاعه الباستا دي. حطيت هنا كده الكاليماري، وبعد ما حطيت الكاليماري عايز احط له ملح وفلفل. ملح، فلفل اسود، تقليب. بدات الريحه بتاعته تطلع اهي. احمد انت دي مضايقاك ولا انت شايف كويس؟ نستمر كده في التشويح لغايه بس ما الكاليماري يغمق سنه او يصفر سنه، بمعنى اصح عايزه يصفر سنه عن اللون اللي هو عليه دلوقتي. وبعدين نجيبه على جنب كده، وهاجي هنا هحط الجمبري. وادي تقليبه. وبعدين دلوقتي بقى جه الوقت اللي انا هعمل فيه ايه؟ اللي انا هاجي فيه عند الميه هنا اللي بتغلي، احط عليها معلقه من الملح. طيب وبعدين اجيب بقى الباستا دي، او اجيب بقى الباستا اللي انا عاملها الفريش، خليها كده على ايدي هنا، وانزل بيها. بس في عيد هتلزق في بعض، فهنزل بيها واحده واحده كده، واحده في الثانيه الثالثه الرابعه وهكذا بقى، هنزل بيهم واحده واحده كده. احنا اتفقنا مع بعض ان احنا مش هنطول عليها في النار في السلق. أول ما نخلص ده، أول ما نحط الباستا، نرجع تاني لتقليب السي فود اللي على النار اللي بيتشوح. حلو قوي. هنعمل إيه بقى تاني دلوقتي؟ دلوقتي أنا عندي هنا معجون صلصة الطماطم، وعندي عصير طماطم، وعندي ريحان مجفف وريحان فريش، وعندي بلح البحر. تعالوا بس كده إيه، ندي التقليبة هنا الأخيرة قبل ما نخش بالمكون اللي بعده. حلو جدا. هاجي هنا هنزل بمعجون صلصة الطماطم. وادي تقليبة. دايما بنحط معجون صلصة الطماطم قبل ما نحط عصير الطماطم نفسه.
اول ما الجمبري كده يبتدي يتحول لونه من اللون الفاتح للون الزهري كده، ده معناه ان هو خلاص دخل في التسويه. حلو جدا. هيجي بقى هنا كده اجيب الريحان واديله كده رشه. بعد الرشه دي تقليبه وبعدين نجيب هنا عصير الطماطم. تقليبه كمان وهنسيبهم كده ياخدوا غلوه واحده على النار، بس عايز اضيف ملح وفلفل تاني. فلفل اسود. تقليبه اخيره ونسيبهم ياخدوا غلوه على النار ونطمن على الباستا نشوف اخبارها ايه. هنطمن عليها ازاي؟ هنجيب كده مساكه ونمسك بيها الباستا كده ونشوف اخبارها ايه. ماسكه نفسها، فكت، حصل اي حاجه زي الفل. ممكن اخد انا حته منها صغيره كده ادوقها واشوف اخبارها ايه. تمام، بالنسبه لي دي كويسه جدا. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هوريكم حالا هنعمل ايه. ممكن اجيب اناء خارجي عشان بس الطريقة دي بسيطة وسهلة وهتساعدنا في ان احنا نعمل مكرونة سي فود من غير ما يبقى السي فود مستوي زيادة عن اللزوم، عشان السي فود دايما 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 بلاحظ انه في ناس كتير بتسويه زيادة عن اللزوم وانا مش عايز ده يحصل. فهوريكم هنعمل ايه بالظبط. هطلع دلوقتي بقى الباستا دي من مية السلق كده، اخدها احطها هنا مكانها. هعمل ايه؟ هاخد بلح البحر وانزله هنا. تقليبه، رشه ملح للسلق، اكتر من رشه الملح اللي كانت موجوده مع الايه، اكتر من رشه الملح اللي كانت موجوده مع سلق المكرونه نفسها. هنا الصوص ده استوى، يعني خلاص كده السي فود ده اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن كاليماري وعباره عن جمبري وعباره عن صلصه طماطم، ده كده خلاص استوى، خد الغلوه بتاعته واستوى بقى زي الفل. انا دلوقتي جاهز لتقليب وتقديم الطبق ده. تعالوا بس نجيب له طبق حلو كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. كل اللي انا هعمله دلوقتي هو انه انا هجيب الباستا احطها هنا. وبعدين هجيب بقى المساكه دي وناخد كده الباستا نلفها هنا كده. والف الطاسه نفسها والف وانا بقلب. شكلها شهي جدا. بعد ما لفتها كده هسيبها هنا دقيقة واجيب الطبق بتاعها. هبص بص على بلح البحر. تمام زي الفل. هرجع له تاني الإناء ده عشان هطلعه فيه دلوقتي لأن هو برضه ما بياخدش وقت خالص. وبعدين هبتدي بقى أغرف الباستا. يلا نغرف الباستا وبعدين نخش على بقية الوصفات. هي مش هتلف قوي لأن هي فريش، بس برضه خلينا كده إيه نهودها. حاول كده احطها في منتصف الطبق. ايه الفرق بقى ما بين الباستا دي والباستا اللي احنا بنشتريها جاهزه؟ دي باستا احنا عاملينها في البيت
بتبقى أطعم، بس طبعا هي عمرها بيبقى أقصر بعد ما بعد أقصد طبعا لما تتعجن وتجهز، مش أقصد بعد التسوية أبدا. أنا كده خلاص غرفت الباستا، محتاج بقى أحط عليها السي فود ده، فتعالوا نعمل كده. يلا هاجي هنا هطلع بس بلح البحر من السلق، وناخد دي كده خلاص نبعدها عشان خلاص مش محتاجينها تاني، ونيجي هنا نجيب، ممكن حتى نقفل النار هنا خالص، نيجي بقى هنا كده نجيب السي فود نفسه نحطه هنا كده على الأجنب. بس كل اللي فاضل بس انه انا اخد بلح البحر واحطه هنا. خلصنا كده خلاص الوصفه دي بقت جاهزه، هنحطها على السفره حالا. كل بقى اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنخش على الوصفه اللي بعديها، شوربه الجندوفلي. الجندوفلي بقى من المكونات اللي سعرها مش غالي، بتبقى شبكه كده بتتباع كيلو، نقدر نطلع منها طعم حلو جدا وهي سعرها مش غالي. عشان كده انا قررت انه انا النهارده هستخدمها في الحلقه، ونشوف ازاي نعمل منها شوربه حلوه. هي اصلا بقى بتاكل الجندوفلي ده كده ايه بالليمون على طول من غير ما تسويه. النهارده بس احنا هنعمل منه شوربه، هنشوف تتعمل ازاي. بلح البحر بقى والجندوفلي او الحاجات دي كلها، اللي ما بيفتحش منها اثناء السلق لو انتوا بتسلقوا يعني، ما تستخدموهوش لانه هيبقى فيه رمل من جوه، فمش هيبقى لطيف ابدا ان واحنا بناكل يجي تحت لساننا. شفتوا طريقة الباستا الفريش دي سهلة جدا وبسيطة. في ناس بتخاف منها او بتحس ان هي يعني طريقة معقدة، بس في الحقيقة هي طريقة بسيطة جدا، مش معقدة ولا حاجة، وتاخدش وقت كمان. كل اللي احنا محتاجينه بس بعد العجن هي تلت ساعة، تلت ساعة في التلاجة العجينة هتمسك كويس، هترتاح، وهنعرف نفردها بسهولة، مش هيبقى عندنا مشكلة. او بصوا في بلحتين بحر هنا ما فتحوش، ما خدتهمش، ومش حاسس بالندم ان انا ما خدتهمش. طيب هعمل ايه؟ هجيب بقى الطبق ده كده احطه هنا على السفره. طبق كده ايه؟ حاجه كده اخر جمال. هو عباره عن ايه الطبق ده؟ هديه كده يا احمد. ده عباره عن مكرونه بالسي فود بالكاليماري والجمبري وحواليها بلح البحر. طيب يلا نخش بقى على الوصفه اللي بعد كده. عايز فاصل؟ يلا هناخد فاصل ونرجع لكم نعمل الوصفتين اللي بعد كده على طول. يلا استنوا. اهلا وسهلا بيكم مره تانية، رجعنا من الفصل. يلا بقى نشوف ازاي هنعمل شوربه الجندوفلي السهله السريعه. يلا بينا، تعالوا اقول لكم مقاديرها ونشتغل عليها على طول. مقاديرها كالتالي: كيلو جندوفلي بصله مفرومه، فصين توم مفرومين، كوبايه ذره حلوه، عودين زعتر فريش، اثنين ثمره بطاطس عايزين نقطعها مكعبات صغيره، معلقه معجون سلطه الطماطم، وملح وفلفل بس. المقادير برده بسيطه وسهله، ما فيهاش اي تعقيدات وما فيهاش اي حاجه غريبه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هاجي هنا اخد كده البصل وانزل بيه هنا
في التشويح، وبعد البصل هقلب بس تقليبة كده، البصل يطرى سنة، ومش عايز ألون خالص بقى هنا، هنزل بالثوم. يبقى كده حطيت البصل، قلبت تقليبة، نزلت بالثوم، في نفس الوقت المعلقة الجميلة، وناخد بيها رشة ملح خفيف، أو في معلقة أصلا رشة ملح ورشة فلفل أسود خفيفة هنا، ودي نرجعها مكانها، وبعدين ندي تقليبة بالشكل ده. حلو، دول كده طلعوا ريحتهم، وحاسس ان في ريحه حلوه جدا للثوم والبصل. هعمل ايه؟ هنزل دلوقتي بالبطاطس بعد ما صفيتها من الميه بتاعتها، واديها تقليب عشان تاخد ريحه كده وتاخد طعم. البطاطس هنا هي اكتر مكون بياخد وقت في الوصفه دي، الجندوفي ما بياخدش وقت، الذره اصلا مش محتاجه تستوي، البصل خلاص اتشوح والثوم اتشوح. فالبطاطس هسيبها شويه كده بس صغيرين هنا، تاخد تشويحه كده تسخن علشان تستوي اسرع. طبعا كل ما دايما الحجم بتاع التقطيعات اللي انتوا بتقطعوها بيأثر على وقت التسويه، فلو انتوا مقطعين مثلا مكونات حجمها كبير هتاخد وقت طويل، لو قطعينها قطع اصغر هتاخد وقت اقل، فتقدروا تعملوا كده. لو انتوا مثلا في البيت وعايزين مثلا تسووا لحمه مثلا على سبيل المثال وما عندكوش وقت كبير، قطعوها اصغر وهكذا. التشويح شغال تمام، ريحه البصل والثوم حلوين، ما تحرقوش علشان انا بقلب باستمرار. لطيف جدا. طيب ايه اللي هيتعمل دلوقتي؟ دلوقتي اللي هيتعمل هو انه انا هجيب معجون صلصه الطماطم وانزل بيها هنا، وادي تقليبه. طيب بعد ما قلبت كده وشميت ريحه تشويح المعجون، معجون صلصه الطماطم، هروح جايب الذره هنزل بيها هنا، واديها تقليبه كده حلوه، رشه ملح وفلفل. دلوقتي اقدر انزل ببلح البحر، مش بلح البحر ده الجندفلي، انزل بالجندفلي اديله تقليبه في الخلطه الجميله دي، وبعد ما اديله التقليبه دي هيكون عندي ميه سخنه، لازم تكون سخنه جدا عشان ما تبردش الحله، علشان في نفس الوقت التسويه تبقى اسرع. هعمل ايه؟ الميه اللي بتغلي تحت دي حالا هتكون وصلت للغليان، هروح واخدها نازل بيها على الخليط ده. يلا بينا. بس واسيبها تغلي غلوه وادوقها، شو بس محتاجه ملح وفلفل او حاجه وتتقدم، بسيطه جدا وسهله وحلوه. البطاطس بقى دي ينفع تتاكل كده مع الذره على الرز او حاجه، او ينفع من غير رز، دي تعتبر شوربه، فنقدر ان احنا هي فيها دلوقتي نشويات اللي متمثله في البطاطس، وفيها فيتامينز متمثله في الخضار اللي احنا شوحناه مع شويه الذره الصفراء، كمان في نفس الوقت فيها الجندفلي نفسه. تعالوا نشوف مقادير سلطه التونه ونعملها سريعا ونقدم الاثنين مع بعض، يلا بينا. المقادير بتاعه سلطه التونه ايه؟ علبه تونه، كوبايه فلفل متقطع قطع صغيره، فلفل اخضر احمر اصفر اللي موجود عندكم، ثمرتين ليمون، نص كوبايه ذره، اوراق كزبره، معلقه خل، ملح وفلفل. يلا نشوف هنعمل ايه بالظبط. السلطه دي من السلطات البسيطه جدا جدا، يعني اللي بسهوله جدا تقدروا تعملوها، ما فيهاش اي تعقيدات. هجيب بس من تحت طبق، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه. نجيب من هنا كده حاجه نقلب بيها. يلا الطبق هو اللي انا هقدم فيه، وعندي هنا الطبق ده اللي انا هقلب فيه. حطيت هنا الفاصوليا الذره عفوا، وبعدين حطيت دلوقتي الفلفل. هجيب معلقه واخد كده رشه من الملح، رشه من الفلفل الاسود، رشه من الخل، والزيت. حطوا بقى زيت زيتون، زيت عباد شمس، تشوفوا انتوا بتحبوا ايه. انا حطيت زيت زيتون هيدي طعم حلو. وبعدين ده مع بعض كده هيتقلب تقليبه. هجيب بقى دلوقتي ورق الكزبره، كزبره خضراء، اديها برده تقليبه مع الخليط ده.
كده انا جهزت خلطه السلطه، ناقص بس التونه. التونه دي بقى ما بحطهاش في التقليبه لان هنا التونه هي البطل بتاع الوصفه دي، فانا بعد ما بغرف بحط التونه من فوق. تعال نشوف هنعمل ايه. هاجي هنا كده اجيب قطع التونه احطها هنا كده. الطبق ده زي ما هو كده احطه على السفره هنا. يبقى انا كده قدمت سلطه التونه، وقدمت كمان الباستا اللي احنا عملناها بالسي فود. ناقص بس ان احنا نغرف شوربه الجندوفلي اللي برضو استوت وخلصت وجاهزه مستنيه بس حد يغرفها. انا جيت لها اهو، يلا بينا نشيل بس من هنا كده ايه المواعين دي، ونيجي هنا نمسك الطبق ناخد بقى ايه خليط السلطه ده، خليط الشوربه ده نغرف هنا. طبعا شوربه فلازم يكون فيها سائل، ما ينفعش تبقى ناشفه كده، عشان كده احنا زودنا السائل اهو. يلا دي شوربه الجندوفلي. دي كانت حلقه النهارده، ودي كانت وصفات النهارده. عملنا 3 وصفات مختلفات، عملنا الباستا اللي بالسي فود وبلح البحر، وعملنا كمان سلطه التونه، وعملنا شوربه الجندوفلي. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم. اللي ما شافهاش من بدايتها يقدر يتابعها كمان ساعه من دلوقتي على النهار بلس. اشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. باي باي. هذا البرنامج برعاية